وزي ما كنا بنتكلم في قبل كده انجي عن موضوع الحر وموضوع الصيف اللي بيجي الموسم الصيف وبتزيد معاه في الاغلب بعض الامراض الجلديه المعديه واللي بيتضاعف خطرها في الاوقات اللي بترتفع فيها درجات الحراره. المشكله ان كتير من الامراض دي بتكون معديه، عشان كده لازم ناخد بالنا ونتعرف على الامراض الجلديه اللي بتنتشر في الفتره دي وطرق الوقايه منها. كمان يا باسم يعني لازم برضو نعرف ايه العادات الخاطئه اللي بنقوم بيها واللي ممكن تتسبب في الامراض الجلديه. اللي ابرزها في فصل الصيف بيكون الاصابه بحمونيل اللي بيظهر في صوره حبوب حمراء ليها رؤوس بيضاء صغيره وبيتسبب في التهابات وفي حكه شديده خاصه في مناطق الرقبه والصدر والظهر والذراعين. فعلا يا انجي، وعلشان كده يعني في بعض عادات خاطئه منتشره بتؤدي للاصابه بالامراض الجلديه، زي قياس الملابس اللي ممكن بتنقل العدوى، ان الناس لما بتلمس الملابس دي ممكن تنقل العدوى في بعض الامراض الجلديه زي التينيا مثلا وغيرها من الامراض. طيب خلينا نشوف نقل العدوى كمان ممكن يحصل بالفطريات. عشان كده خلينا نشوف مع دكتور هاني الناظر استشاري الامراض الجلديه ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا بعض التفاصيل دي. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا باسم. صباح الخير يا إيه. صباح الخير. صباح الخير يا دكتور. دكتور تنصح بايه الناس؟ احنا دلوقتي في فصل الصيف واللي ممكن زي ما كنا بنقول من شويه امراض جلديه بتنتقل عن طريق عادات ما بناخدش بالنا منها، ايه الحاجات اللي لازم ناخد بالنا منها لتجنب الاصابه ببعض الامراض الجلديه في الفتره دي؟ الحقيقه احنا عندنا مجموعه من المشاكل الجلديه بعضها فعلا غير معدي وبعضها معدي. من العادات الخاطئه اللي احنا كلنا بنعملها لغايه دلوقتي في اسرائيل، ناس كتير قوي في وسط هذا الجو والحراره والرطوبه العاليه بيستحموا بميه دافيه. طبعا انا جسمي محتاج ان انا ابرده، فلما بستحمى بالميه الدافيه او الميه السخنه انا بسخنه اكتر، فبقى الجسم سخن مع درجه حراره مرتفعه مع رطوبه عاليه وصاب على طول بحمونيل. وحمونيل عباره عن ايه؟ احنا نتيجه ان احنا بنعرق جامد، الغدد العرقيه بتفرز املاح وسموم، العرق ما بيتبخرش كويس فبيتجمع جوه الغدد العرقيه بتنتفخ بتعمل الحبيبات اللي حضرتك قلتوها دلوقتي اللي في الرقبه والصدر اللي بيبقى معاها حرقان شديد جدا ومؤلم خاصه في قلب الاطفال. فعايزين ناخد بالنا من موضوع الميه، يبقى الحل ايه؟ ان احنا في الجو ده نتحمى بميه بارده. وما اقصد كلمه ميه بارده مش معناها من الثلاجه، مش ساقعه لكن درجه طبيعيه يمين من الحنفيه اللي هي الناحيه اليمين. تمام. اللي هي الحقيقه بتنزل يعني اصلا سخنه من الجو يعني لحد ما طبعا يعني فمش هتبقى زودها انا كمان سخونه. تمام. العاده الثانيه ان في ناس كتير مننا بتخرج الصبح لابسه ملابس الوان داكنه، يعني مثلا كحلي اسود بني. تمام. طبعا الحاجات دي بتحتفظ بالحراره اكتر وبتزود سخونه الجلد اكتر فتعمل لي مشاكل اكتر. الملابس الخيوط الصناعيه، عشان كده لازم نلبس ملابس قط ونلبس ملابس ذات الوان خفيفه وفي نفس الوقت تكون خفيفه بكتير. تمام. دي من الحاجات اللي بنعملها. دي الحمونيل مرض مش معدي، لكن في زي ما تفضلت وذكرته امراض معديه وهي الامراض الفطريه. نعم. ودي بتنتشر جدا في الوقت اللي بنستنى. طيب يا دكتور ايه الامراض المعديه من فئه الامراض الفطريه دي؟ يعني ازاي ممكن نعرفها مع نفسنا؟ الامراض الفطريه اللي بتصيب الجلد في الوقت دون بنقسمها، في حاجه اسمها التينيا الملونه، دي بتبقى عباره عن بقع لونها بني او ابيض او وردي خفيف بتصيب مناطق الرقبه والصدر والكتف والظهر والذراعين، ما بتبقاش مؤلمه ولا بيبقى فيها اي حرقان ولا هرس ولا حاجه، بس شكلها الحقيقه بيبقى مؤذي نفسيا، يعني تلاقي الشباب والبنات مش عايزين يقلعوا قدام حد حتى في البيت لان طبعا شكلها مش حلو وبتنتشر. ودي ايه اسبابها؟ اسبابها ارتفاع درجه الحراره والرطوبه العاليه. كمان بننصح طبعا يعني الناس المحدش يستخدم لبس حد، بلاش البس تيشيرت حد او يستخدم الفوطه بتاعته، كيس المخده بتاعي وبلاقي لازم ابقى لوحدي، لان الفطر ممكن ينتقل من انسان لاخر.
تمام. طب دكتور هاني، يعني يمكن في الادوات الشخصيه الموضوع ده مقدور عليه وسهل، يعني لو بنتكلم على ادوات زي الفوط، ادوات زي النظافه الشخصيه، ادوات القص والحلاقه، لكن لو الناس اللي هي مثلا بيروح محل عشان يشتري لبس او هدوم، فبيقيسوا الهدوم، ويمكن بيكون من الصعوبه ان الواحد يقدر يعرف مين لبس الهدوم قبليه وازاي يعمل ايه عشان يحاول يتجنب الاصابه بالعدوى او نقل الامراض ساعتها. دي حقيقه. الحقيقه انا بحريص دايما اشتري اي حاجه انا متاكد ان هي في كيس مقفول، يعني في ما اخش الاقي مثلا حاجه محطوطه كده او متعلقه واروح اقيسها وانا ما اعرفش مين لبسها قبليه. فانا هشتري قميص، هشتري بلوزه، هشتري تيشيرت، هشتري اي حاجه، الحاجات دي بتبقى مكلفه في المحل. تمام. كيس متبرشم، هنا اقدر اخد الحاجه دي، واحنا كلنا حافظين مقاساتنا. يعني انا مقاس 42 52 بشتري الحاجه اللي المقاس بتاعي، وبقول له في المحل على فكره انا هاخدها وهقيسها في البيت، لو في مشكله هرجعها. ودلوقتي طبعا في قانون ثبات المستهلك يحمي الحقيقه الانسان من اي تجاوز. تمام. واخدها اغسلها واتاكد ان هي نظيفه، وبعد كده اقيسها، ولو مش مظبوطه اقدر ان انا ابدلها في اي وقت تاني. ده حل اعتقد مناسب جدا. طبعا طبعا مفيش كلام. طيب ايه الامراض المعديه الثانيه غير التانيه الملونه يا دكتور؟ في حاجة تانية طبعا شهيرة جدا اللي هي بنسميها داء الفطر القدمي او داء الرياضيين. ده نوع من الفطريات بيسيب المسافة بين صوابع الرجلين، وده بيعمل التهاب مؤلم جدا وبيوصل لدرجة الشق، بينتشر جدا في الفترة دي نتيجة برضه بعض العادات الخاطئة. زي ايه حضرتك؟ الناس مثلا دلوقتي بتروح حمامات السباحة، ينزل ويمشي حافي على البلاط حوالين الحمام، او يخش ياخد دوش وهو حاسس بيلبس حاجه في رجله، فممكن يلقط الفطر من الارض على طول. حاجه ثانيه، ناس كتير لما بتغسل الحقيقه رجليها زي مثلا الوضوء بيسيبوا الميه الحقيقه بين الصوابع من غير ما ينشفوها. فطبعا الفطر عايز ايه؟ حراره عاليه ورطوبه. مسافه بين الصوابع ضيقه، المنطقه دي بتبقى دافيه، مع الميه اللي موجوده دي بتلزق على طول تانية بين الاصابع المؤلمه. فنخلي بالنا دايما ما نسيبش ميه بين صوابع رجلينا. كمان ساعات في ناس بتعمل ايه عشان ينسف؟ يجيب فوطه صغيره مخصوص يخليها في الحمام، يقول دي الفوطه المخصوص بتاع صوابع رجلي. هو معتقد انه كده يبقى بيحافظ على رجله في نظافه شخصيه، بالعكس دي منتهى خطوره. لان الفوطه الصغيره دي انا بلاش اسقيها بين صوابع رجلي واعلقها في الحمام، ارجع كمان شويه اغسل رجلي تاني اروح اراجع بالفوطه منشف بيها. فلو في فترة من الصوابع هيطلع في أول مرة وتاني مرة هيرجع تاني رجليا ويفضل رايح جاي وعمر رجلي ما تخف. فأحسن حاجة الورق المدور ده، البكر بتاع الحمام، باخد الورقة أنشف بين صوابع رجلي كويس قوي وأتخلص منه. ده جزء من العلاج، يبقى أنا اتخلصت من الفطر وانتهت المشكلة، لأن مشكلة فعلا تاني صوابع القدم دي مؤلمة جدا، ممكن تخلي الواحد ما يقدرش يمشي ولا يلف رجله. طيب دكتور هاني، من فضلك الناس اللي هي بتتعامل مع الحيوانات الأليفة، سواء من خلال ان هي بتقتني حيوانات أليفة او بتتعامل مع حيوانات بطبيعة عملها او حيوانات في الشارع او غيره، تنصحهم بإيه علشان برضو يتجنبوا الإصابة بالأمراض الجلدية اللي ممكن تنتقل من الحيوانات تحديدا؟ الحقيقة الحيوانات الأليفة ممكن تعمل لنا نوعين من المشاكل. المشكلة الأولانية الحساسية، يعني اي طفل او حد عنده حساسية لا يجوز لي انه يقتني حيوان اليف في البيت ولا يلعب معاهم ولا يلمسهم والقرب منهم. ليه؟ لان احنا اكتشفنا ان الشعر بتاع الكلاب والقطط بيعمل حساسيه، مع ان القط سليم ما عندوش مرض ولا الكلب عنده مرض، ولكن الشعر نفسه بيعمل حساسيه، ودي بنشوفها كل يوم الحقيقه. ده لحد سن معين يا دكتور؟ ممكن حد كبير ملهاش اي سن خالص. يعني اقصد حضرتك لا يتم النصح ان هو يكون في، لو في طفل في البيت ان هو يكون اقتناء حيوان اليف لحد سن معين وبعد كده الخطوره بتقل؟ والله الحقيقه لقينا الناس الكبار اللي عندها اكزيما وعندها حساسيه لو في حيوانات في البيت بتزيد. تمام. ففكره اقتناء الحيوانات في المنزل دي يعني غلط، هتبقى في جنينه، هتبقى في الارض، بس برضه يبقى بعيد عنها. فدي نقطة مهمة، لأن في ناس كتير يقول لك أنا الحيوان اللي عندي ده ما عندوش مرض وبروح عند الدكتور باستمرار يكشف عليه وياخد التطعيم. أيوه صحيح هو سليم، بس الشعر بيعمل لك حساسية. تمام. ناخد بالنا من النقطة. في بقى بعض الأمراض اللي بتصيب الحيوانات، أيوه تنتقل طبعًا
من الحيوان للإنسان. زي إيه حضرتك؟ حشرة الجرب. أيوه. طبعا ما بتتشافش بالعين، بتبقى موجودة في فروة الرأس. فلو إن الحيوان نظيف وعنده حشرة دي هتتنقل، طبعا بتاعت البيت كله ومؤلمة جدا ومزعجة للغاية. تمام. فلازم ناخد بالنا من نظافة الحيوان. في فطريات، يعني في بعض الفطريات اللي بتيجي في فروة الرأس الأطفال أو في الجسم من بره بتنتقل، أو الوجه اللي وقف، يعني أنت عارف تعبان يقول لك إيه؟ مرض الأوبة، يقولوا عليه الأوبة. تلاقي مساحة مدورة كده في الجسم لونها أحمر وفيها حكة شديدة جدا وبتعمل قشور. تمام. دي ممكن تنتقل من الحيوانات الأليفة أو أي حيوان، مش شرط يعني. تمام. من غير ما الحيوان نفسه يكون باين عليه أعراض. غالبا غالبا في بدايتها ما بتبقاش باينة، إنما لو الحيوان في عناية. تمام. هتهبان وهتلاقي برضو حتت من الشعر فاضية ومساحات خالية من فرو جلد الحيوان. تمام. طيب، يعني شكرا جزيلا لحضرتك على كل المعلومات دي، دكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور، نورتنا كالعادة. شكرا يا دكتور. وفعلا يعني فترة الصيف دي بيبقى فيها مشاكل جلدية كتير حقيقي، ويمكن طبعا مع كامل الاحترام للآراء الطبية اللي هي ما فيش خلاف عليها، بس يمكن أنا عن نفسي بحب الحيوانات جدا يا إنجي، ومن صغري وفكرة أن الواحد يبقى بيربي أو بيقتني حيوان أليف بلاقي فيها مميزات كتيرة جدا، خصوصا يعني تعليم المسؤولية، وليها الحقيقة تفاصيل كتيرة ممكن إيجابية.